بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامج الشباب وطموح، ونحن الآن في أحد التشاليح في مدينة الرياض، ولدينا أحد الشباب الذين يعملون في مجال صيانة السيارات وبيع قطع غيار السيارات المستعملة. أعزائي المشاهدين، نشاهد وإياكم هذا التقرير عن الشاب أحمد الحميدي الذي يعمل في هذا المجال، ثم نعود إليكم ثانية. الشاب أحمد الحميدي درس في مدينة الرياض، ثم انطلق في مجال العمل الحر، حيث عمل في عدد من الشركات الخاصة لعدة سنوات. وخلال السنوات الأخيرة بدأ يظهر لديه ميول حقيقي للعمل في مجال صيانة وبيع قطع غيار السيارات المستعملة، حيث عمل لدى إحدى محلات تشليح السيارات لمدة عامين. التحق أثناءها بمعهد ريادة، حيث درس هناك دراسة الجدوى الاقتصادية وكيف تنشئ مشروعا صغيرا وغيرها من المواد التي ساعدته على التفكير في افتتاح محل خاص به. وجد الحميدي الدعم الجيد من بنك التسليف السعودي لإنشاء المشروع الخاص به في مجال صيانة وبيع قطع غيار السيارات المستعملة، حيث يمتلك الآن مشروعا رياديا في هذا المجال. عودة إليكم أعزائي المشاهدين من جديد مع الشاب أحمد الحميدي الذي يعمل في مجال تشليح السيارات، بيع وصيانة وقطع غيار السيارات المستعملة. مرحبا بك. أهلا وسهلا، حياك. يعني الآن إحنا عودة إليك مرة أخرى، يعني إحنا الآن يعني الحديث عن صيانة وبيع قطع غيار السيارات المستعملة والتشليح، يعني نبغى نعرف السادة المشاهدين في الأول يعني إيش طبيعة نشاطك اللي أنت تقوم فيه. طبيعة نشاطي طول العمر إحنا نشتري سيارات مصدومة ومتعطلة، نشتريها ونجي ونفحصها هنا، إذا كان الماكينة تشتغل نضمن الماكينة، إذا جينا نبيعها للزبون إذا كان ما بتشتغل كان بس خراب يعني بسيط نصلحه، مو بسيط خلاص خليها يجي الورش تشتري عادي يصلحونها. نعم. طيب يعني هي فقط في يعني الماكينة فقط ولا قطع غيار كثيرة جدا مختلفة؟ جميع أجزاء السيارة. نعم. نبيعها كقطع غيار مستعمل. نعم. للزبائن. طيب يعني هم الآن يقولوا عن التشليح فعلا أنه في يعني استغلال كبير جدا من قبل العاملين في مجال التشليح، يعني للمواطنين أنفسهم، يعني مثلا مسكين يعني واحد سيارته انصدمت وراح باعها عليكم بيعة كذا، يعني بال إيش اللي يحصل بالضبط؟ حسب المدير، إذا كان موديل عن سيارة حديثة وكذا السعر لازم يكون غالي، بس أنها أنزل من يعني قطع غيار الجدد. نعم. وإذا كانت يعني قديمة في ناس ينزلوا عن المبلغ شوي، في ناس إذا كان شاري السيارة غالية يضطر إنه يبيع قطع غيارها أغلى شوي. يعني معناته حظه هذا اللي مسكين. نعم. اللي صار له حادث. نعم. حسب الناس، حسب الناس والله، في ناس يعني يمكن يتعاطى مع الزبائن، في ناس لا، وحسب لباقة الشخص. نعم. إذا كان يعني بيمشي أموره أو بيمشي قطعة ويكسب زباين. نعم. بيمشي لهم بأرخص يعني. طيب أنتم تركيزكم أساسا على السيارات فقط اللي صدمت أو صار لها حادث، ولا سيارات أخرى ممكن يكون مثلا السيارة المصدومة أو الخربانة؟ نعم. هذه كلها نشتريها يعني ونبيعها قطع غيار. طيب يعني انت كشاب سعودي الان كيف بدات او رغبتك في هذا المجال؟ يعني هل دخلت هذا المجال مثلا بالصدفه او رغبه منك في انك تمارس هذا المجال؟ انا ما دخلته بالصدفه، لكن اول كان عندي سطحه واشي سيارات وعرفت كيف اجي اودي التشاليح، عرفت يعني كيف تبيعون، كيف يبيعون السيارات، وكيف هذه كم مبلغ وكم سعر هذه كم يسوي وكذا. بعت السطحه وتشاركت مع واحد في التشاليح، ولكن رجعنا وخسر وخسرني. نعم. هذا قبل مدة 10 سنوات. نعم. الآن عاد بعدها سمعت بدعم من بنك التسليف والادخار. نعم. قدمت عليهم والحمد لله على الكلية على مركز ريادة. نعم. فرع الرياض.
نعم. طيب يعني أكيد الخسارة كانت دافع لك لأنك إيش ومحرض لك أنك تعمل وتواصل عملك ولا لا؟ والله اللي يبغى لازم الدنيا كذا. نعم. تخسر لازم، هذه تجربة تعتبر تجربة لي، لكن نعم. لازم أكون نفسي. نعم. الواحد لازم يكون نفسه. ما بخسرت أول مرة خلاص أجلس البيت ما. طيب أنت ذكرت لي معهد ريادة، أنت يعني درست في معهد ريادة فعلا، أخذت دورة في معهد ريادة، التحقت في الدورة، إيش تعلمت معهد ريادة؟ والله علمنا كيف إدارة أعمال. نعم. وكيف يعني تنظم لك في العمل، وكيف عن يعني المحاسبة، هم المحاسبة كيف دراسة جدوى اقتصادية. جدوى اقتصادية. يعني أنت تستطيع الآن تسوي دراسة جدوى اقتصادية خاصة بمشروعك اللي أنت تقوم فيه قبل ما تنفذه؟ أنا عندي خبرة، أنا عارف. نعم. يعني بتشالي عندي خبرة ضامن إن شاء الله وضامن. نعم. الله، لكن الحمد لله الواحد يمشي أموره. يعني أعتقد بعد عملية الدراسة في معهد ريادة وحصلت على الدعم من الدولة يعني؟ حصلت على الدعم. نعم. ما قصر الدولة، أعطوني دعم من بنك التسلية والادخار. والحمد لله كونت نفسي ونبيع ونشتري، كل ما بعت أشياء أشتري، لازم أشتري سيارة. يعني الدعم هذا ساعدك فعلا أنك تحقق طموحك في أنك تنشئ هذا المحل اللي أنت فيه الآن اللي إحنا متواجدين فيه حاليا. الحمد. نعم. طيب يعني أنت الآن في خطواتك في هذا المحل، يعني إيش الخطوات اللي أنت تنفذها فعليا؟ يعني أنت قلت لي أنه يعني أواجه بعض العوائق أو قبل ما أتكلم أو نبدأ التسجيل، يعني بعض العوائق يعني مثل المنافس لنا الأجناب، هم المنافسين لنا. نعم. الأجنب هو. نعم. المنافس لنا الصراحة. نعم. كنا أحيانا على سيارات واجب. نعم. كل ما جيت تحصل عليه ملزق من أجناب مو السعودية. يعني معناته هذه المهنة بالذات فيها عدد أجانب كبير جدا. نعم. إيه؟ معناته الشباب السعوديين اللي يعملون في هذا المجال قلة جدا يعني ولا لا؟ والله فيه اللي في ناس ماسكين محلاتهم، في ناس يعني تقريبا نص يمكن كلها أجناب. نعم. نص شعبي. يعني في 50% تقريبا أجانب و 50% سعوديين. نعم. معناته الشاب السعودي الآن موجود في مثل هذه المهن ومتواجد بشكل كويس. أنت تشوفه صحيح. قادر على أنه يؤدي أداء كويس في هذه المهنة؟ والله السعودي عنده طموح. نعم. عنده طموح، بس هو يبغى يعني مثل اللي يدفه ويساعدك كذا، ويعني يعطيه بعض الخلفيات ويمشي. ما يعني مين اللي ممكن يساعده غير جهود الدولة في أنها الآن مثلا دعمتك أنت ودعمت كثير زي مثلي؟ أنا دعمتني والحمد لله مع الخبرة اللي عندي الحمد لله كونت نفسي، والآن الحمد لله مرتاح ومبسوط. اي معناته الدعم، دعم الدولة هذا جزء من الموضوع. أي ايضا. نعم. يعني يمكن احيانا دعم المواطنين انفسهم ولا لا؟ المواطنين فعلا فيها يعني بعض المواطنين يدعم، او مثلا صديق عنده سياره يتصل عليك، عندي سياره تعال تروح، هذا يعني من ضمن الدعم. هل معنى هذا انه فعلا المواطن الان يثق في الشاب السعودي في مثل هذه المجالات؟ والله انا لاحظت ناس واجد يعني ويفرحون اذا شافوا السعودي. نعم. هو يوده يشتري من سعودي ولا يروح يشتري من اجنبي. والله لاحظت كذا واجد، كل اغلب الزباين يجي عندي يرجعوا لي ثاني. نعم. لاني امشي معهم بصدق ان شاء الله وبالامانه. ويحبون يعني يتعاملوا مع السعودي اكثر من الاجنبي. نعم. نعم. طيب يعني انت الان مثلا اي سياره تجيك، يعني هل فعلا السيارات تختلف بحسب موديلاتها، بحسب مواصفاتها؟ أين. بحسب مثلا حتى يعني مثلا اذا كانت موديل السنه ولا سمح الله صار لها حادث وانت اشتريتها تختلف عن الموديلات القديمه. طيب لو تشرح لي شويه في هذا الموضوع يعني. والله السيارات تختلف حسب الصدمه، اذا كان الصدمه يعني منظر البدي كله او مكسوره مكينه وكذا يختلف سعرها، يكون اقل مع العلم الموديل. واذا كان موديلها جديد وصدمه يعني بسيطه وكذا تحصلها اغلى، تاخذها اغلى. نعم. يعني إذا الشاب السعودي استطاع أن يكون خبرة في هذا المجال واستطاع أنه يصبح الآن نسبته 50% زي ما قلت موجودين في مجال التشليح اللي هو بيع القطع الغيار المستعمل، وأثبت وجوده في هذا الجانب. والله ناس واجد أثبتوا وجودهم، والصراحة السعوديين هو أهم شيء، بس أنه يعني يلقى شغلة يمشي فيها. إيش يحتاجه؟ يعني مرتاح على هذا الشيء أو يعرف عنده خبرة في العمل ذا. يعني طيب ايش يحتاج غير المصداقيه والصدق والامانه مع العميل؟ ايش يحتاج كمان يعني الشاب السعودي على اساس ينجح؟ المبلغ اهم شيء، بعد المبلغ. نعم. كم معه ماده سيوله خلاص يقدر يصلح نفسه. يعني ما يستطيع الا لما يكون عنده راس مال جيد يستطيع انه يكون له محل ويبدا ينطلق في هذا المجال يعني ولا كيف؟ اللي عنده راس مال يا طويل العمر يكون نفسه ينطلق في الشيء هذا. نعم. خاص مع الخبره، راس ماله خبره خلاص.
نعم وأمانة أيضا ومصداقية مع والأمانة أهم شيء عدل أمانة مع الزبائن مع الناس مع فعلا إذا من خلال الأمانة والمصداقية من الشاب السعودي في هذا المجال الذي يرغب أن يعمل في هذا المجال أعزائي المشاهدين نشاهد وإياكم هذا الاستطلاع ثم نعود إليكم ثانية أعزائي المشاهدين كما يسرنا أن نلتقي بأحد المواطنين الذين يعملون في مجال ميكانيكا السيارات أهلا ومرحبا بك أهلين حياك الله إيش قاعد تسوي بالضبط أنت هنا؟ طال عمرك هذه راسية حرارة خلطة موية خرطت الراس صنفرت بلوف ركبت وجيه الحين جلد بلوف خلاص أطبقها الحين أطبقها باقي عام التامن أطبق الجنزير على المتامن وأصب زيت وأشغل يعني أنت ما شاء الله الآن شايف في الصنعة ما شاء الله والله من صغرتي ما درست كم لك سنة الآن يعني يمكن أقول لك 25 وأنا فك وربط في السيارة يعني أي خراب في السيارة أعرفه يعني مرتبطة هي بالتشليح اللي تكلمنا فيه أنا والأخ أحمد الحميدي مرتبطة عشان ما عندي يعني ما أدهفت على محلات ولا أجيب عمال ولا عشان أقول لك أدير لي محلات على الله ثم على الأخوة هذا قام جزاه الله خير قالت يومك قاعد وما لقيت لك يعني عمل تعال عندي بالتشليح وبراتبك واي شيء يعني بتركبه عندي بالتشليح ولا بتصلحه على حسب القطعه. طيب يعني هي مهنه جيده الان تشوفها للشباب السعودي؟ الحمد لله لا الشباب السعودي اي بس الاجانب ينافسونك. الاجانب يعني عندك المحلات هذه انت انه مستاجرين يعني من اجار مو حكوميه، الحكومي مأجر على جانب مقطع الواحد اربع قطع. يعني بدل ما انك سعودي تستفيد من رخصة بلدية تجيب علي عمالك تستودع لك توسع مشروعك مالك ما يعطونك رحت قدمت عمال قالوا لازم رخصة بلدية هذا مستاجر ما يعطوني عليه يقول مو الحكومية يعني هالحين انا جيت اشتغل مع هذا اللي ما عاد لي وسيلة وين اروح مالي وين اروح لا وظيفة يعني عمري خلاص ما عاد لي وين يعني سنة ونص حال التقاعد. طيب انت سنين من اول كنت تعمل في هذا المجال هل كنت في ورش قبل كذا؟ لا اصلح سيارات يعني معروف اني اعرف اصلح سيارات يعني بالمثل خوي خرب مع احد يعرفني يقول اتصل على فلان على عبد الرحمن خليه يجي هو اللي بيعرف يصلح السياره ما يروح يخسر له سطحه ولا يخسر يقول له وش اللي خارب بالسياره يقول لي كذا اعرف انا وش خراب السياره مو يعني اني اقول لك امدح نفسي من تمرسي فيين وكثر ما يمر علي اشتري القطعه معي واروح له في المحل اقعد اصلح ساعه ساعتين نص يوم نص ساعه ربع ساعه شغله واعود. طيب النقطه الاخيره يعني الشباب السعوديين الان يعني موجودين في مثلا في هذه الصنعه بالذات اللي التشليح والميكانيكا والشغلات هذه. والله التشليح يعني قليل انك تلقى يعني السعوديين قليل اللي يديرون محلاتهم بس اللي تلقى اجانب الحين هو مو السعودي باسم السعودي بس يعني اقول لك لا الحين انت راح اجيب لك قطعه من التشليح بعطيك اياها انا عندي ب 20 راح الشارع اللي فوق وشوف كم تاخذها ب 100 200 وعندي اعطيك 30 ب 40 منهم متنافسين انت يا السعودي يشوفونك مقبل بالتليفونات على بعضهم سعر يصير واحد تجي للثاني يرفع عليك زياده تجي للثالث يرفع زياده تنجبر ترجع للي انت الاول ارخص علشان ما مو سعودي لو تجيني انا سعودي اقول لك خذ هذه القطعه عارف قيمه السياره بالمثل السياره هذه شارف كم؟ 3000 تجي تقول ابي الجير انا اقول لك الجير ببيع كيف 1200 بدون تركيب بالضمان ب 1200 ببيع كيف السوداني ايش بيقول لك؟ بيقول ب 2000 بالضمان. اذا هي مهنه جيده، انت ايش تنصح الشباب السعودي اللي يرغبون يعملون في هذا المجال؟ اللي عنده طال عمرك راس مال وعنده بيقدر ولا فيها مكاسب وين ولا يعني فيها تشتري السياره ب 3000 تبيع منها ب 8000 9000 والباقي يصير مكسب لك حديد تكبسه تبيع حديد سكراب يعني اسمه سكراب تشتري هذه المرصصات هذه كلها تروح مكبس للدم هذه ما عاد فيها هذه الماكينه خلاص بوظبها بشيلها لان وظبنا شلنا البودي ما عاد ابي. يلا يعطيك العافيه شكرا عودة إليكم أعزائي المشاهدين من جديد مع الشاب أحمد الحميدي الذي يعمل في مجال تشليح السيارات نريد الآن أن نستمع منه إلى شرح مفصل عن ما يقوم به من عمل يعني الآن إحنا أخوي أحمد الآن وسط ورشتك يعني ورشة اللي هي تشليح السيارات يعني أنا شايف هذه السيارة مثلا الآن مصدومة من الأمام إيش اللي العمل اللي أنت تقوم فيه بالضبط في هذا يعني وش البيع منها وش اللي أيوه. تحتاج بيع يعني هل مثلا إذا مصدومة الأمام تختلف عن إذا مصدومة الخلف مثلا يعني أي طبعا أيه مصدومة أحيان من الأمام أي الأمام ما أقدر أبيع إذا كان الماكينة السليمة أقدر أبيع من الماكينة نعم
الهوبات البدي نعم هذه كلها يمكن هي. يجي زبون يبغى قص مؤخرة مثلا نعم مؤخرة سليمة نعم اقص له المؤخرة جميل اشياء ما رشوت طبلون جوا دودة ذرعان طيب ايش الجزء اللي يعتبر غالي جدا وثمين يعني في السيارة غالبا اول شيء الماكينة هو الكمبيوتر هو الاهم هذه او مؤخرة او مقدمة معناته اذا في سيارة يعني مثلا مصدومة من الامام ما تعتبر لها قيمة قدر السيارة مثلا اللي مصدومة الخلف يعني زي السيارة ذيك مثلا انا لاحظ انها مثلا يعني مكشوفة الان سليمة من الامام يعني نعم هذه خربان غيرها و اشتريناها وخربان غيرها بعنا مكينتها وغيرها نزلناها نعم طيب اذا يعني انت الان اذا عندك سياره مصدومه الامام مختلفه لانك تبغى تحافظ على الماكينه بالذات اللي تعتبر اكثر ثمن واكثر واغلى ثمن يعني ولا لا طيب اعطيني مثال اخر لسيارات اخرى يعني مثلا هذه السياره اللي انا مفتحه بيبانها الان مثال اخر يعني إيه؟ هذه يا طويل العمر مصدومه مع الجنب نعم نبيع فيها مصدومه مع الجنب هذا مثلا مع المقدمه إيه؟ على الجنب إيه؟ نبيع منها البيبان نعم المؤخرة لو جحد يبغى قصة قصينا له نعم الماكينة السليمة الجير سليم نعم الدفرنس كذلك طيب يعني إذا هي أمثلة يعني حية أنت الآن كيف يعني تقضي يومك هنا في مجال عملك هل فعلا تأخذ وقت طويل في من اليوم العملي اللي أنت تبدأ فيه حياتك كيف في هذا المكان يعني والله نجي نفتح الساعة 8 الصباح إيه يجينا زباين في الصباح وفي ناس يجون بعد العصر وفي ناس بعد الظهر عاد كل هذا اللي يبغى نشوف اذا كان عندنا القطعه موجوده نعم. اتفقنا على سعرها فكنا لها وبعنا اياها يعني عندك دوام محدد مثلا انت تقضيه في الورشه ولا والله دوامك مفتوح يعني والله على كيفي لكني انا ما عندي شغل برا ولا اجي نعم. الصباح اجلس لين 12 اروح البيت الساعه 2 ونص 3 ارجع الى المغرب الى هذا المغرب اسكر طيب يعني عندك جزء له علاقه بالورشه لورشه الميكانيكا ولا انا مثلا يعني ورشه الميكانيكا احتاجها في مثل انا ما عندي مهندسي ميكانيكا لكن انا عندي خبره في بعض الاشياء نعم مثل تركيب ديفرنس تركيب مساعدات مثلا الشيء الخفيف اركبه لكن ماكينه لا نعم طيب قبل ما نوصل احنا انا شايف السياره دي مدمره تماما يعني الان ما بقي فيها شيء تقريبا يعني كيف تتعامل مع سيارة زي كذا؟ هذه موديل يعني 2006 تحصل نعم. عليها الطلب واجب. اي 2006 بالذات. اي لا ما هو بالذات، لا موديل حي من 2000 وفوق. اي نعم اي نعم. تحصل عليها طلب وهذه شبابية يعني تحصل الشباب دائم حوادث دائم خراب دائم نعم. تسوى مطلوبة قطع غيارها. نعم. فإذا حتى القطع الغيار البسيطة أو الصغيرة هي أيضا مطلوبة يعني. أي نعم. يعني حتى لو كانت السيارة مثلا منهارة تماما أو حالتها سيئة جدا. ممكن يستفاد منها في جوانب اخرى نعم مثل ايش يعني مثلا اعطيني مثال يا طول العمر فيها اشياء انا جوا تقدر تطلع منها اشياء يعني اللي هي سليمه نعم تقدر تبيع فيها اي شيء يعني فيها قطع صغيره مثلا حق كتاوت او اي شيء او دقمه او حق الفيوزه هذا سليم تقدر تبيعه على طول هو صغير نعم. قطع صغيره يعني في قطع صغيرة أحيانا لها علاقة بكهرباء نعم. السيارة يعني أظن جزء كهرباء وجزء ميكانيكا وجزء بدي تماما يعني ولا لا يعني لو تفصل لي في هذا الجانب كيف يعني بالضبط والله اللي هو الجزء الميكانيكي والجزء الكهربائي والجزء المتعلق بالجسم حق السيارة نعم. الماكينة والجير والدفرنس ميكانيكا كلها نعم. والأذرع وذي كلها ميكانيكا نعم أما الكهرباء الكمبيوتر الضفيرة الفيوز المراوح حق الديتر نعم. كل هذه نعم طيب يعني انت الان الشاب احمد الان احمد الحميدي الذي يعمل في مجال تشريح السيارات انت استفدت اكيد معهد رياده يعني لانك ذكرت لي في الاول معهد رياده نعم انا درست في معهد رياده والحمد لله والله ما قصروا ونشكر الاستاذ عبد الحميد درويش والاستاذ عبد الرحمن المقبل يعني هو اضاف لك شيء مختلف انت في نظرك علمونا يعني كيف تدير مشروعك وكيف تدير مشروعك وكيف طريقه في النجاح وكيف نعم. نعم ما قصروا والله يجزاهم بالخير نعم والحمد لله طيب يعني احنا يعني قبل ان نختم هذا الحديث يعني الشاب السعودي الان موجود في كثير من المهن انا حتى التقيت مع عدد من الشباب السعودي اللي يعملون في مجالات كثيره مو بس ميكانيكا السيارات او تشليح السيارات في مجالات كثيره سمكره السيارات وفي مجال صيانه الحاسب الالي وغيرها مجالات كثيره يعني ايش النصيحه اللي انت توجهها للشاب السعودي
من خلال هذه الدقائق قبل أن نختم حديثنا معك. والله أنصح السعودي يقدم على مركز ريادة الصراحة، لأن يدرسونك حتى لو تبغى كافي شوب. نعم. يدرسونك ويدعمونك كذلك بعد. نعم. يدعمونك يعني بنك التسوية وذا، وهي على كافي شوب. إن نعتبرها بسيط ما بشيء أو ما يحتاج دعم وكذا. نعم. في ناس والله يطلعون أنفسهم منه. احنا في ختام هذا اللقاء نشكرك الشاب احمد الحميدي على هذه الدقائق. اعزائي المشاهدين، نتوجه بالشكر اليكم انتم ايضا اعزائي المشاهدين على مشاهده هذه الحلقه، والى ان نلتقي بكم في حلقات قادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.